بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المحاضرات الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج محاضرة التلاوة. كما عودناكم دائما نبدأ في مستهل هذه الحلقة بتلاوات بروايات ورش، برواية ورش وقالون وحفص، ونبدأ على بركة الله تعالى برواية قالون عن نافع مع محمد دول سيد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله فيكم محمد دو على هذه التلاوة الطيبة والمباركة، والتي كانت برواية قالون عن نافع. بعدك نتلو الآيات برواية حفص عن عاصم بتوسط المنفصل من طريق الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة برواية حفص عن عاصم بتوسط المد المنفصل من طريق الشاطبية. ونختم بتلاوة أخيرة برواية ورش عن نافع. معك محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
صدق الله العظيم. بارك الله فيك محمد على هذه التلاوة في كلمة فيه ذكركم. الراء هنا تقرأ بالترقيق لورش، فيه ذكركم هكذا، كذلك الراء في قرية، قرية هذه من الراءات التي يتفق القراء على تفخيمها. قبل أن نبدأ في استقبال مكالمات المشاهدين وتصحيح هذا المقطع بورش وقالون وكذلك غيره من المقاطع الأخرى التي يود المشاهدون تصحيحها، نتناول أهم الأحكام التجويدية في هذا المقطع وكذلك أهم الفروق بين ورش وقالون وحفص. عندنا في مستهل الآيات عند قول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. في الميم هنا مد منفصل لورش وقالون، لورش فيه الإشباع أي المد بست حركات، ولقالون وحفص فيه الوجهان القصر والتوسط، والمأخوذ به لقالون هو القصر، ولحفص من طريق الشاطبية المد، من طريق الطيبة القصر. عندنا يوحى نقرأها بالفتح لقالون ولورش بالإمالة، لحفص بالفتح ولقالون كذلك بالفتح ولورش بالإمالة. والمد هنا كذلك منفصل، ذكرنا حكم المد المنفصل. نون التنوين قبل الياء تدغم فيها مدا، تدغم فيها إدغاما تاما، إدغاما ناقصا مع الغنة. إلا رجالا يوحى إليهم هكذا، ونقرأ لحفص نوحي إليهم، نبدل الياء نونا لحفص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، المد هنا منفصل وقد ذكرنا حكم المد المنفصل. النون الساكنة قبل الكاف في إن كنتم لا تعلمون، وكذلك النون الساكنة قبل التاء حكمهما الإخفاء مع الغنة. والمد في تعلمون مد عارض للسكون، فيه وجوه المد الثلاثة من قصر وتوسط وإشباع. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الميم الساكنة هنا قبل الجيم حكمها الإظهار. وما جعلناهم جسدا، ونون التنوين في جسدا تدغم إدغاما تاما في اللام بغير غنة. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يأكلون هنا نهمز لحفص ولقالون ونبدل لورش فنقرأها: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يأكلون هكذا نقرأها لورش. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم. القاف في صدقناهم فيه القلقلة، والنون الساكنة قبل الجيم فأنجيناهم حكمها الإخفاء مع الغنة بمقدار حركتين. والميم الساكنة قبل الواو حكمها الإظهار في فأنجيناهم ومن نشاء هكذا. والمد في نشاء متصل يشبعه ورش،
ويوسطه حفص وقالوا لقد أنزلنا. الهمز هنا محقق لقالون ولحفص، وتنقل حركته للدال الساكن قبله بالنسبة لورش، فنقرأ لورش لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هكذا. والمد المنفصل في أنزلنا إليكم، ذكرنا حكم المد المنفصل. نون الترمين قبل الفاء حكمها الإخفاء. كتابا فيه ذكركم، والراء في ذكركم ترقق لورش وتفخم لحفص ولقالون، فنقرأها لحفص ولقالون فيه ذكركم، هكذا. أفلا تعقلون، دائما لابد أن نحافظ على الهمس في الفاء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. النون الساكنة قبل القاف حكمها الإخفاء مع الغنة، والغنة تكون مفخمة لمجيئها قبل حرف مفخم وهو القاف. ونون التنوين قبل الكاف من قرية كانت، تخفى في الكاف وتكون فيها غنة بمقدار حركتين، وتكون الغنة مرققة لمجيئها قبل حرف مرقق وهو الكاف. التاء قبل الضاء كان الظالمة تضغم في الضاء لورش، فنقرأ لورش كان الظالمة، ولحفص وقالون نقرأ التاء هنا بالإظهار كانت ظالمة. وتخفى النون الساكنة في الشين في وأنشأنا بعدها قوما آخرين، ويحقق الهمز لقالون ولحفص في قوما آخرين، وتنقل حركته لورش ويمد بالبدل، فنقرأ لورش قوما آخرين، هكذا. فلما أحسوا بأسنا، الميم المشددة فيها غنة بمقدار حركتين، والمد هنا منفصل في فلما أحسوا، ونمده لورش بالإشباع ولحفص ولقالون فيه الوجهان. إذا هم منها يركضون، الميم الساكنة هنا تضغم في الميم إدغاما تاما مع الغنة، وقبل الهاء النون الساكنة تظهر في منها يركضون. لا تركضوا، الراء هنا تقرأ بالتفخيم، وكذلك في وارجعوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. النون المشددة دائما فيها غنة بمقدار حركتين. وإلى الحد ينتهي الجزء المخصص للتعليق على الآيات، ونبدأ على بركة الله تعالى في استقبال مكالمات مشاهدينا الكرام. لتصحيح هذا المقطع وغيره من المقاطع القرآنية الأخرى، وكذلك أيضا. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. شيخ سأقرأ برواية حفص. بسم الله. من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون
صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك أحمد، ما شاء الله تلاوة جيدة، الله يبارك فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، اسم الكريم. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله نحاول برواية فرش. على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى انتبهي للآيات، انتبهي انتبهي للآيات. وما أرسلنا قبلك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قبلك، ما هي من قبلك؟ نعم نعم، أنت سامعتينا؟ وما أرسلنا قبلك ليست من قبلك. وما أرسلنا من قبلك. المقطع الذي عندنا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سامعتينا؟ الآية 7 سورة الأنبياء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أيوه، واصلي. وكم قصمنا
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا وارجعوا إلى ما أسلفتم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوة جيدة، الله يبارك فيك. السلام عليكم الشيخ المهدي. وعليكم الصغاء، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك، يا مرحبا. أي الوالد؟ وعليكم. حييك حي القارئ اللي معاك. الله يحييك. أي الوالد؟ إن شاء الله. ورش إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. شيخ المهدي بالك الكسرة النون ومساكنكم يا شيخ المهدي. نعم بالك الكسرة النون ومساكنكم. ومساكنكم لا تركضوا. نعم. فلما أحدوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أحسنت شيخ المهدي، الله يبارك فيك، ما شاء الله تلاوة جيدة. نستقبل. السلام عليكم عزة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا الشيخ المهدي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح يا مس ما كنت موجود الحلقة يا مس ما كنت موجود لأن اختار صح. طيب يا مس والله ياك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آياتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون آية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله يبارك فيك الله العظيم الله يبارك فيك شيخ مهدي ما شاء الله تلاوة جيدة بارك الله فيك نأخذ اتصال آخر السلام عليكم عزة السلام عليكم عزة عليكم السلام شيخ مصطفى حياكم الله مرحبا بأي رواية؟ صح إن شاء الله بأي رواية؟ طبعا مقرر عندكم تلميذ صح لا ورش إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نارية ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة تحيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بارك الله فيك أفلا بارك الله فيك على التلاوة نكتفي بهذا القدر ونسيح المجال لغيرك من المشاهدين نعم السلام عليكم نعم نعم محمد السلام عليكم من صحو سارة على بركة الله بأي رواية وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بأي رواية أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برواية ورش سارة على بركة الله اقترب شوف أخي أحمد شوف المقطع لا شوف المقطع المقطع يبدأ من قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد ثم صدقناهم صدق شوف انتبه للدال
صدقناهم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ومن نشاء. النون مدغمة. إذا نظرت إلى المصحف أو إلى المقطع الذي يظهر لك في الشاشة ستجد بأن النون تدغم في النون والنون الثانية مشددة. أرجو إظهار المصحف حتى تتضح لك الصورة. فالنون تدغم في النون وتشدد النون الثانية. ومن نشاء. ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كان ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أختي الكريم. بيني وبينك وايت ورش. بسم الله. ألو. بسم الله ابدأي برواية ورش. ألو. نستمع إليك أختي الكريمة. تفضلوا. ألو. ابدأي. المقطع يبدأ من قول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. السلام عليكم. للأسف يبدو أن الأخت لا تستمع لنا. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا أخي الكريم بأي رواية؟ السلام ورحمة الله. برواية ورش. طيب حاول تبعد عنك التلفزة شوي تبعد عنها. ياك ما يعود فيه تردد للصوت. وابدأ على بركة الله. والله. والله. بسم الله. وما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كان ظالمة وأنشأنا بعدا قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم تسألون. شوف الابتداء أحسن لك، ترجع لا تركضوا، تبدأ من عندها بدلا من إلى. بالنسبة للابتداء الابتداء من عند إلى ما أترفتم المعنى ناقص، أرجع لك لا تركضوا. لا تركضوا وارجعوا إلى ما شوف وارجعوا مدها ورش اشبعوها وارجعوا لا تنسى مدها لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا الله يبارك فيك، بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم الشيخ. مرحبا. وعليكم السلام أخي الكريم. ينصح برواية ورش. بسم الله. ألو. تفضل الشيخ برواية ورش ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم
صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. مد الميم الجمع في لقد أنزلنا. قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. ميم الجمع صلتها تمد بالإشباع. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك. في بعض الملاحظات ينبغي لك أن تنتبه لها، نبهناك عليها ولكن لم تستمع. في بعض المدود المنفصلة ينبغي مدها، كذلك في بعض الغنن ينبغي الاتيان بها، سواء كانت في النون المشددة أو في النون الساكنة والمخفية. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وإياكم به يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لكم تحياتنا جميعا مشاهدين الكرام، وتحيات من أشرف على إنجازي هذه الحلقة في الصوت معكم النيه، وفي الإرسال دده، وكذلك بهاء الكويري. وهذه تحياتي إلى أن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.